يسأل ويقول: أرجو من فضيلة الشيخ أن يبين لنا حكم صيام أيام السبت لسبب مثل يوم عرفة أو الأيام البيض أو يوم عاشوراء، لأن هناك من يقول بحرمة صيامه، نرجو الإفادة عن هذا جزاكم الله خيرا. نعم، يوم السبت يرى بعض العلماء كراهية صومه إذا أفرد بالصيام، يكره إفراده بالصيام، أما إذا صيم مع غيره فإنها تزول الكراهة، أو صادف يوم عرفة فإنها تزول الكراهة بصيامه، لأنه يقصد صيام يوم عرفة ولم يقصد صيام السبت. والذين كرهوا صيام إفراد يوم السبت والصيام استندوا إلى حديث فيه نظر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه لا كراهية في صيام يوم السبت، وإذا صادف يوم عرفة أو كان تبع أيام البيض أو صامه قضاء فلا كراهة في ذلك عند الجميع، والحمد لله.